لا زال الاحتلال يواصل اتصاله وتهديده بإخلاء المستشفى للمرة الثانية على التوالي. وهذا المستشفى ليس المستشفى الوحيد الذي تم التواصل معه ولي وطلب وطلب وتهديده بالإخلاء. تم التواصل قبل ذلك مع مستشفى العودة في جباليا ومستشفى القدس الهلال الأحمر الفلسطيني. وتم قصف المستشفى العرب الذي يتبع الكنيسة. أيضا تم تهديد مستشفى أصدقاء المريض ومستشفى الخدمة العامة. الاحتلال الآن في كبجع يتبجح باختلاطه الفوائد الدولية والأعراف الانسانيه لم يعد هناك اي قانون دولي لم يستحق الاستلال الاستيلاء قام بالتاجير القسري قام بقطع الامدادات الغذاء والادويه عن اهل غزه قام بقطع الكهرباء والماء والانترنت عن اهل غزه واليوم تتجاوز اخر خط احمر في تجاوزه اخر مكان امن وبلاء امن للسكان في قطاع غزه وهو المستشفيات قرارنا واضح غرامنا مسؤول، غرامنا جماعي، كل الطاقم الطبي والجرع لن نترك المستشفيات، لن نغادر المستشفيات، لن نترك اهلنا، لن نترك شعبنا، لن نعلن مرضانا، الوضع الصحي كارثي بكل ما تعنيه الكلمه، كارثي بامتياز، المنظومه الصحيه لا اقول المنظومه الصحيه في غزه قد انهارت بالفعل، نحن نمارس وين ترين وفق ابسط الامكانيات، لا نستطيع التعامل مع كل حالات اليوم نوجه ردائنا الى كل شعوب العالم، لأن المجتمع الدولي كافه. اسرائيل تجاوزت كل قوانين والاعراف الشرعيه التي رسمتوها ووضعتوها انتم تجاوزت قوانين جنيف اليوم ندعوه يتجاوز التوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه لمحاكمه الاحتلال الصهيوني ندعوه من البروج وايقاف الاحتلال عن استهداف المستشفيات قرارنا نهائي ولن نتراجع عنه باذن الله تعالى وما بموقف عنه في الاعلام انه تم أقلاء احد المستشفيات هذه اشاعات كاذبه المستشفيات لن تخلق ولن نخرج منها باذن الله تعالى الا الى ربنا لنشكو ظلم العالمين لن.